جزاكم الله خيرا. يقول: هل يجوز الإحرام بالعمرة من جدة لمن هو مقيم بنجران بحجة أنه غير قاصد العمرة إلا بعد أن ينتهي من المأمورية التي كلف بها، أم كان يجب عليه أن يخرج إلى الميقات مع العلم أن الوقت كان متسع يوما كامل؟ وجهنا جزاكم الله خيرا. إذا كان قدم إلى جدة بنية العمرة ولكن يريد أن يعمل عملا كلف به قبل العمرة، فلا بد أن يحرم من الميقات الذي يمر به في طريقه، لقوله صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت: قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. فالواجب عليه أن يحرم من الميقات ويؤدي العمل في جدة وهو محرم في إحرامه، ثم إذا فرغ يذهب ويأتي بالعمرة، أو يبدأ بالعمرة أولا فإذا خلاص منها يذهب إلى عمله. المهم أنه لا بد أن يحرم من الميقات. أما إذا كان وقت مجيئه من بلده غير عازم على أداء العمرة، وإنما يقول: إن تمكنت من العمرة أديتها وإلا فليست بلازمة، فهذا يحرم من المكان الذي عزم على أداء العمرة منه، من جدة أو من غيرها، من المكان الذي نوى منه العمرة وعزم عليها، لأنه هو ميقاته، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك، يعني دون المواقيت، فمن حيث أنشأ، يعني من حيث نوى النسك، يحرم من حيث نوى النسك. نعم.